بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحاجتي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم لا مع غيركم، فنفوز والله فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا، ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم، فلا ترى لهم جامعا بشخصين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. بنت جواد أصبحت مفجوعة وحزينة، تنظر الهادي لو تفاجعها ونينا. قل لي هادي يا شبه جدك الهادي، لا تجذب الونة ترى ذايب فادي. فتح عيونك نغصت شربي وزادي، وسهرت عيني والعدو قرت عيونه. بديان غربة يا الولد قمضت أيامك، وتموت ما واحد حضر لك من أعمامك. جاير علينا يا دهر دايم أعلامك، من دون كل خلق جرما ما جنينا. سمل قلبك يا عزيزي فت قلبي بعدك يا ولينا، عسى ما شوف دربي. ما ينقضي نوحي على مصابك ودربي ونحبي. بديان غربة موحشاتم قل مدينة، غمض عيون ومات بديار غريبة،
والحسن هاجت حسرته وعالي نحيبه سجاه بالحجرة وطلع مشقوق جبه تجري دموعه يصفج شماله بيمينه وبيد الطاهر غسله والدمع والقلب صادي بالجفن لفه وبالنعشاله والهادي وضجت عياله بالبكا وصاح المنادي يا الغرب قوموا شيعوا جنازة ولينا ومصيبتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتابع اللجنة الثقافية في هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني حلقات فقه صلاة الجماعة مع المحاضر الشيخ علي رحمة، وقد تم التطرق في الحلقة السابقة إلى موضوع صلاة المسبوق، وسنذكر بعض المسائل المهمة التي تم ذكرها بشكل مختصر، ونرجو من سماحة الشيخ التصحيح في حال وجود الخلاف أو الاختلاف. يوجد هنا سؤال: ما كيفية صلاة المسبوق؟ الجواب من مكتب البيان: إذا التحقت مع الإمام وهو قائم قبل الركوع وكان في الركعتين الأوليين لم تقرأ معه، وإذا كان في الأخيرتين قرأت معه، فإن أمهلك وإلا اكتفيت بالحمد فقط، وإذا لم يمهلك لتقرأ الحمد أيضا فاقطعها والتحق معه في الركوع. هذا بنظر السيد السيستاني. وأما بنظر السيد الإمام فعليك إكمال الحمد ثم الالتحاق معه. يعني السيد السيستاني يختلف مع السيد الإمام، في السيد السيستاني يقول حتى لو ما كملت الحمد التحق مع الإمام، السيد الإمام يقول اكمل الحمد ثم التحق معه. وإذا لم تدري هل هو في الأوليين أو من الأخيرتين فعليك أن تقرأ بنية القربة المطلقة، يعني تقول الحمد والسورة حتى لو ما تدري هو الثالثة أو الرابعة أو الرابعة أو الأولى والثانية، لأن في الأولى والثانية يكون أوريدي ماخذ منك الحمد والسورة الثانية، وإذا كان في الرابعة والثالثة يكون واجب عليك تقول السورتين. ف إذا كنت مشكك هل هو في الأولى والثانية أو كان في الرابعة أو الثالثة تقول السورة والسورة الثانية بنية القربة المطلقة. ثم إذا كنت في أولاك أو ثالثتك من الرباعية وكان الإمام في الثانية أو الرابعة فتشهد معه استحبابا، يعني إذا ما كان عندك تشهد تشهد معه استحبابا وتجافى. الشيخ ذكر لنا كيفية التجافي، انه يكون فقط رفع فقط تكون الايدين والرجلين، ما يحتاج الركبتين تكون مرفوعة. هي كيفية التجافي اللي ذكرها الشيخ في الحلقة السابقة. كما يمكنك ان تلتحق بالامام وهو راكع، يعني القصد انه حتى لو ركوع واحد تقدر تلتحق به. نروح بس لسؤال ثاني ونرحب بالشيخ. إذا كان إمام الجماعة في الركعة الأولى من صلاة العشاء وأنا سأصلي صلاة المغرب، فهل يجوز لي أن ألتحق بصلاة الجماعة في الصف الأول؟ وهل سأكون قاطعا لصلاة المصلين في هذه الحالة؟ الجواب هو: ينفرد من يتصل بواسطتك في جلوسك لتشهد الركعة الثالثة، يعني اللي عليه صلاة المغرب وصلاة العشاء المفروض ما يلتحق في الصف الأول، لأن إذا كان انفصل في
الركعة الثالثة لو إياه بيكون انفصال فبيقطع صلاة الجماعة مالتها. فالمفروض الجواب ينفرد من يتصل بواسطتك في جلوسك للتشهد الركعة الثالثة. برنامج المحاضرة سيكون الشيخ علي رحمة بيلقي المحاضرة كاملة، الرجاء كل الرجاء مو مثل المحاضرات السابقة، عدم السؤال ما بين المحاضرة، عدم التداخل أثناء المحاضرة، الرجاء كل الرجاء، وذلك لحصول الاستفادة الأكبر والتركيز وعدم التشتت. الأسئلة إن شاء الله تكون بعد المحاضرة، الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء. الآن جميعا نرحب بسماحة الشيخ مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم لمن عاداهم وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. الحديث هذا الأسبوع عن المحور الثالث في صلاة الجماعة، وهو شرائط صلاة الجماعة. الجماعة، صلاة الجماعة يشترط في صحتها مجموعة من الشرائط، حتى تكون صلاة جماعة لابد من توفر هذه الشروط فيها. إذا ما توفرت هذه الشروط مع الإخلال بهذه الشروط لا تصح صلاة الجماعة. أربعة شروط رئيسية، طبعا غير هذه الشروط تتعلق بنفس إقامة صلاة الجماعة. توجد هناك شروط من جهة أخرى، شروط تتعلق بإمام الجماعة، شروط تتعلق بالصلاة بشكل عام. يعني واحد يقول الحين أنت ما ذكرت في جملة هذه الشروط أن يكون المصلي متوضئا، أن يكون مستقبلا للقبلة. هذه شروط عامة لا تخص صلاة الجماعة. كون الإنسان على وضوء سواء في صلاة جماعة أو صلاة فرادى لا تصح صلاته إلا بوضوء. كونه يستقبل القبلة حال الصلاة لا فرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادة في ذلك. نتكلم عن الشروط المعتبرة في صلاة الجماعة. هناك أربعة شروط رئيسية. الشرط الأول ألا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع من المشاهدة، وكذا بين بعض المأمومين مع البعض الآخر. واحد يفصل بينه وبين الإمام صف أو صفين أو بعض المأمومين، هو في الصف الأول على يسار الإمام، بينه وبين الإمام عشرة من المأمومين. اعتبار عدم وجود الحائل يكون بين الإمام وبين من يتصل به مباشرة، ما موجود حائل من جدار أو ستارة أو ما شاكل ذلك. الذين يبتعدون عن الإمام مع الاتصال به عن طريق مأمومين في صفهم أمامهم أو من جنبهم، يعتبر عدم وجود الحائل بينهم وبين من يتصلون بالإمام من خلالهم.
هذا الشرط معتبر في الرجال، يعني لا يصح أن يكون بين الرجل والرجل حائل في صلاة الجماعة، بين المأموم الرجل وبين الإمام، بين المأموم الذي يفصله عن الإمام بعض الوسائط وبين هذه الوسائط. أما بالنسبة للنساء فهذا الشرط غير معتبر، لكن مو مطلقا غير معتبر، مو معتبر بينهم وبين الرجال. يعني إذا كان إمام الجماعة رجل فلا يعتبر عدم وجود الحائل بينه وبين النساء المأمومات، أو بينهن وبين الرجال الذين هم واسطتهم للإمام، ما في مشكلة أن يكون هناك حائل بين النساء وبين الرجال. أما إذا كان الحائل بين صفوف النساء بعضهن مع البعض الآخر، لا ما يصح، ما يصح. يعني في قسم النساء موجود حوائل أيضا تفصل النساء بعضهن عن البعض الآخر، لا ما يصح. المعفو عنا وبعبارة أخرى أن هذا الشرط ساقط وغير معتبر إذا كان الفاصل بين الرجال وبين النساء وكان إمام الجماعة رجلا، هذا الشرط غير معتبر حينئذ. نعم يعتبر في صحة الجماعة أن تعلم المرأة بحركات الإمام، فاصل موجود يمنع من الرؤية يمنع من المشاهدة ما في مشكلة، لكن إذا كانت لا تعلم متى ركع حتى تركع بعده، ومتى سجد حتى تسجد بعده، ومتى جلس من السجود حتى ترفع رأسها، حينئذ لا تصح صلاة الجماعة باعتبار أنه من شروط صحة الجماعة لزوم متابعة الإمام. لا يصح من المأموم أن يسبق الإمام متعمدا. زين إذا كان يجهل حركات الإمام من قيام من ركوع من سجود من جلوس، فكيف له أن يتابع؟ ومن هنا نقول لا مشكلة في أن يكون هناك حائل بين الرجال والنساء في صلاة الجماعة، ولكن بشرط أن يعلم النسوة بحركات الإمام من قيام من ركوع إلى آخره. زين هذا الحائل المسموح به هو خصوص الستارة، لو حائل خشبي بارتيشن مثلا موجود يضر؟ لا ما في مشكلة. جدار، جدار موجود حائل جدار أيضا ما في مشكلة، لكن بشرط صدق وحدة المكان، يعني المكان واحد ليكون الفاصل هو جدار، لكن المكان واحد ما في مشكلة، مع علم النساء بحركة الإمام حتى تتحقق المتابعة في الأفعال. هذا الشرط الأول، قلنا كم من شرط؟ بدنا أربعة شروط. هذا الشرط الأول، ننتقل إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني فيه بعض التفاصيل تتعلق بهذا الشرط أيضا بنذكرها بعد ذلك، بعض التفريعات موجودة، لأن أحيانا يكون الحائل قصير يضر لو ما يضر، منشير إلى هذه المسألة، بس خلونا حن نستوفي الشروط بشكل سريع. الشرط الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا، لا تصح صلاة الجماعة إذا كان الإمام واقف على مكان أعلى مستوى من المأموم،
وهذا العلو دفعي، عتبة مثلا لنفرض، أو فضلا عما إذا كان على سقف والمأموم تحت على الأرض، لا تصح صلاة الجماعة هنا بالنسبة إلى المأموم الذي يكون أسفل الإمام. نعم لو كان العلو يسيرا قليل العلو، لا يرى العرف أنه أرفع منه، يعني عرفا مقدار أربع أصابع أقل مثلا من هذا المقدار، العرف يتسامح في مثل هذا التفاوت في الارتفاع ويعتبر كأنما المكان واحد في مستوى الارتفاع، هذا لا يضر. أما إذا كان هناك علو دفعي يرى العرف بأن الإمام أعلى من المأموم في موقفه، حينئذ لا تصح صلاة الجماعة. أحيانا يكون العلو ليس دفعيا وإنما تسريحيا، يعني بالتدريج سلوب مايل في ميلان، وهذا الميلان أنت إذا حسبته على مسافة 10 أمتار في فرق، يعني على مستوى متر مترين ما في فرق واجد، لكن على مستوى 10 أمتار يمكن الفرق يصير مقدار مثلا قدم، قدم يضر، يضر لو كان العلو دفعيا. أما إذا كان العلو تسريحيا بالتدريج في ميلان فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن العرف لا يرى بأن عرفا مو بالدقة، إذا بالدقة في علو، لكن حسب نظرة العرف لا، على أرضية واحدة، هؤلاء يصلون على أرضية واحدة فلا يضر حينئذ، كما لا يضر العكس، وذلك بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام، الذي يضر أن يكون الإمام في موقفه أعلى من المأموم علوا دفعيا، لا يتسامح معه العرف. أما إذا كان العكس، كما إذا كان المأموم في موقفه أعلى من موقف الإمام، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ولهذا تحل بعض مشاكل ضيق المكان. إذا كان في خارج المسجد أو خارج مكان الصلاة أرض منخفضة تحل هذه المشكلة بحفر محراب أسفل من مستوى المسجد بحيث يساوي الأرض المنخفضة خارج المسجد أو أخفض منها، هذا واجد موجود في إيران كثير، يعني عادة إذا يسوون مسجد يسوون فيه محراب منخفض، والآن إحنا عندنا في البحرين بعد صار الشيء، لأن في البحرين الآن صار إقبال على صلاة الجماعة ومثلات الأول ما حد يعرف صلاة الجماعة، الآن صار الحمد ولله الحمد إقبال على صلاة الجماعة، فصارت بعض المساجد تمتلئ بالمصلين ويضطر البعض يصلي خارج المسجد، يفتح الباب ويتحقق اتصال ويكون صلاة المتأخرين خارج المسجد، إذا كان المسجد أرضه منخفضة عن أرض إذا كان خارج المسجد الأرض منخفضة عن المسجد نفسه، تحل هذه المشكلة بحفر المحراب بمقدار يساوي الأرض الخارجة عن المسجد. إيه موجود موجود، بعضها يخلونه وقت الحاجة، يعني في الحالة العادية تحصل فيه محراب، أرضية المحراب مساوية للمسجد لكن قابلة للإزالة بحيث ممكن أن
ينزل الإمام إلى المحراب الأسفل، أرضية المحراب السفلى. طبعا هني العلو حتى لو كان كبيرا ما في مشكلة، يعني مو لا أن يكون الإمام على ارتفاع مقدار متر، لا حتى لو كان 3-4 أمتار، بل حتى لو كان في طابق ثاني، وبعض المساجد أكثر من طابق، أكثر من طابق. في مشهد اللي راح شاف هناك في السوق الكبير عندهم بازار بوزرق، في مسجد 3 طابق لـ4 طابق، المأموم يمتلئ، فيصعد المصلون إلى الطوابق العليا ويأتمون بنفس هذا الإمام الذي هو في الطابق الأرضي، طابق الأرضي. هل صلاتهم صحيحة؟ ما فيها مشكلة، بشرط صدق المكان عرفا. نعم، لو كان العلو كبيرا جدا بحيث يمنع من صدق المكان، يعني واحد يقول أو العرف يرى بأن الإمام في مكان وهؤلاء في مكان آخر، شوفوا فرق بين أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، غاية الأمر أن المأموم في الطابق الثاني أو الطابق الثالث بس المكان واحد، وبين أن يرى العرف بأن الإمام في مكان والمأموم في مكان آخر للفارق الكبير بينهما في العلو، حينئذ لا تصح صلاة الجماعة، لا تصح. مثلا خلونا نذكر مثال، خلونا نذكر مثال. الآن مثلا صلاة جماعة تقام في الشارع في أرض مفتوحة بجنبها بناية ارتفاعها 10 طوابق، فوق سطح هذه البناية يصلي مصلون يأتمون بهذا الإمام، هذا ما يصدق عليه وحدة مكان. في مكة أشياء واجد، مو بس هذه، أشياء كثيرة في مكة يزيدون على ظهور بعض، ما شفتون له؟ فما في مشكلة أن يكون المأموم على مستوى أعلى من الإمام وكثير، لكن بشرط الحفاظ على وحدة المكان، المكان يكون واحد، لا يكون الفرق كبير بحيث لا يصدق معه وحدة المكان. زين، هذا الشرط الثاني. قلنا الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول عدم وجود حائل من ستارة، من جدار، حائل يمنع المشاهدة. الشرط الثاني ذكرنا أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، العكس صحيح ما في مشكلة. الشرط الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن واسطة اتصاله بالإمام بما يكون كثيرا في العادة. أنت ما تبتعد عن الإمام كثير، إذا مباشرة أنت متصل بالإمام لا تبتعد عنه كثير، أو إذا كنت متصل بالإمام عن طريق بعض الوسائط من المأمومين ما تبتعد عنهم كثير. إذا كان على جنبك في الصف الأول أنت ما يصير بينك وبين من على جنبك ممن هو واسطتك للإمام فاصل كبير، لا يصير فراغ كبير. إذا كنت في الصف الثاني بشكل عام، الصف الثاني ما يتأخر، يعني مسجده لا يتأخر كثيرا عن موقف الصف الأول بشكل كبير، تحديد هذا المقدار الكبير بأي مقدار حدد بما لا يتخطى عادة، يعني غالبا هذه المسافة لا يتخطاها
الإنسان العادي في طوله في طول قامته، طبعا الخطوة الكبيرة إذا احنا نقول لا يتخطى عادة يعني بالخطوة الكبيرة والخطوة المتعارفة، بالخطوة الكبيرة عادة لا يتخطى، إذا بلغ الفاصل بين الإمام وبين المأموم يعني بين موقف الإمام وبين مسجد المأموم مسافة لا تتخطى عادة، الواحد أبي يأخذ خطوة كبيرة ما يغطي هذا الفرق بينهم هذا يضر، أو بين المأمومين بعضهم مع بعض ممن يكون واسطة لمن بعدهم ما يكون بينهم وبين بعض مسافة كبيرة، وإلا اللي يعتمد عليهم كواسطة إلى الإمام صلاة الجماعة ما تصير صحيحة. تقدير بالمقاسات الحديثة هذا ما لا يتخطى، في تعبير ما لا يتخطى وفي أيضا تعبير بمربض شات يعني المقدار الذي تشغله الشات عند جلوسها وعند بروكها، قدر بمقدار متر، بعض الفقهاء قدره بمقدار متر وبعض الفقهاء قدره بأكثر من هذا المقدار، مقدار متر وربع، مقدار ما لا يتخطى عادة، مقدار ما يكون الفاصل أكثر من ذلك، يعني لو كان الفاصل مقدار قدم قدمين ما يضر، ذراع ذراعين ما يضر، طبعا خلاف الأفضل بنشير إلى المسألة خلاف الأفضل، بس احنا نتكلم عن ما هو شرط بحيث إذا انتفى صارت صلاة الجماعة غير صحيحة، المقدار المعتبر أن لا يصل إلى حد ما لا يتخطى، مقدار متر بعض الفقهاء قدره بمقدار متر وربع. الأحواط أن لا يكون حد أن لا يكون أكثر من الخطوة المتعارفة، فرق بين الخطوة المتعارفة وبين ما لا يتخطى، ما لا يتخطى يعني عادة الواحد ما يقدر يتخطاه إلا إذا ينط كخطوة يخطوها يعني تبقى إحدى رجليه ثابتة والثانية حدها إلى وين الزايد على ذلك الضر، هذه خطوة ما لا يتخطى إذا كان أكثر من ذلك الضر. الأحوط أن يكون أن لا يكون أكثر من الخطوة المتعارفة، يعني الإنسان إذا يمشي خطوة عادية في مشية كم يأخذ؟ يا طبعا يأخذ مقدار أكثر منها من ما لا يتخطى، كم مقدار؟ خلى ذراع، ذراع وشوي مثلا، هذه اللي خطوته شوي طويلة ذراع وشوي ما يكون أكثر من هذا المقدار، هذا الأحوط أحوط استحبابا هو هذا المقدار، والأفضل من ذلك أن لا يكون هناك فاصل أصلاً إلا مقدار ما يشغله المصلي حال سجوده، يعني ما يكون بين موقف الإمام وبين موقف مسجد المأموم فاصل أصلاً، وبعبارة أخرى أن لا يكون بين موقف الإمام وبين موقف المأموم الذي خلفه إلا مقدار ما يشغله حال سجوده، إذا كان يسجد يسجد خلف قدم الإمام مباشرة، وهكذا الصف الثاني يكون الفاصل بين الصف الثاني والصف الأول مقدار ما يشغله المصلي حال سجوده من المكان، هذا أفضل هذا أفضل، وحتى بين المصلين جنبا إلى جنب الأفضل أن لا تكون هناك فواصل، أن لا تكون هناك خلل، الأفضل هكذا، لو وجدت بعض الفواصل لم تصل إلى حد ما يضر بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة صحيحة، ولكنها خلاف الفضيلة، الفضيلة أن لا يكون هناك فاصل أصلا بين المصلين. ننتقل إلى الشرط الرابع، الشرط الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
ما يصير المأموم قدام الإمام، ما يصير. وقالوا رسول الله، الكلام يجر الكلام، ذكرت بعض الأبيات في الشعر، كيف أن المأموم يتقدم على الإمام حتى في الإمامة يعني. وقالوا رسول الله ما اختار بعده إماما ولكننا لأنفسنا اخترنا، أقمنا إماما إن أقام على الهدى أطعنا، وإن ضل الهداية قومنا، فقلنا إذن أنتم إمام إمامكم، بحمد من الرحمن تهتم وما تهنى، ولكننا اخترنا الذي اختار ربنا لنا يوم خم ما اعتدينا ولا حلنا. صلوا على محمد وعلى محمد. في صلاة الجماعة يشترط أن لا يتقدم الإمام المأموم على الإمام، بس هناك حالات أخرى غير التقدم، هناك حالة المساواة وهناك حالة التأخر، والتأخر على قسمين، تأخر تام وتأخر جزئي. فالحالة الممنوعة أن يتقدم الإمام على المأموم، المأموم على الإمام باتفاق، ما مو صلاة جماعة هذه، الإمام خلف والمأموم متقدم عليه، مو صلاة جماعة بالنسبة إلى المأموم المتقدم. الحالة الثانية حالة المحاذاة، يعني يقف في صفه ويكون المأموم أكثر من شخص، أكثر من رجل، أن يكون المأموم أكثر من رجل ويحادون الإمام، يكون الإمام في صفهم، هي تجوز أو لا تجوز، هي فيها خلاف، وهي خلاف الاحتياط. يعني حتى من ذهب إلى جواز المحاذاة هذا الرأي خلاف الاحتياط، هذا الكلام إذا كان المأموم أكثر من واحد، أكثر من رجل. الحالة الثانية حالة التأخر، حالة التأخر هي على صورته، تأخر التام، وذلك بأن يكون مسجد المأموم خلف موقف الإمام، تأخر تام، هذا هو الأفضل، هذا هو الأحوط والأفضل. طبعا إذا كان المأموم أكثر من واحد يكون المأموم خلف الإمام. عندنا حالة وسطة، وسط يعني يتأخر عنه في الموقف لكنه لا يتأخر عنه، لا يؤخر مسجده عن موقف الإمام، هذه جائزة، لكن خلاف الفضيلة. إذا كان المأموم أكثر من واحد خلى المسجد يصير خلف الإمام، لا يصير في جنبه، وإن كان في جنبه يجوز، يعني أنا أوقف خلف الإمام متأخر بموقفي لكن مسجدي يكون عند ركبة الإمام، جائز، خصوصا إذا كان في ضيق، بعض الأوقات ضيق يصير، فحتى يستفيدون صف إضافي خلون الإمام شوي يتقدم مقدار ذراع مثلا، وممكن تأسيس صف، لكن يتأخر عن الإمام بمقدار ذراع فقط، صلاة صحيحة. بس الأفضل هو التأخر عن الإمام بحيث يكون المسجد خلف موقف الإمام. الصورة التي هي بالإجماع لا تجوز وتخل بصلاة الجماعة أن يتقدم المأموم بموقفه على موقف الإمام. وعندنا حالة ثانية فيها خلاف وهو المساواة، إذا كان المأموم أكثر من واحد المساواة فيها خلاف، الأغلب لعله من الفقهاء ذهبوا إلى عدم الجواز، وهذا خلاف الاحتياط، يكون يتأخر المأموم ما يحادي، حتى على مستوى المحاذاة لا يحادي الإمام بموقفه. وسوف يأتي الحديث عن ما إذا كان المأموم واحد، يتقدم ويانا يا إخوان بأن صلاة الجماعة تصح ولو باثنين، أحدهما الإمام، وين يوقف المأموم؟ بنشير إلى هذه المسألة إن شاء الله في المسائل المتفرعة على شروط إمام الجماعة.
شروط صلاة الجماعة. إذن هذه أربعة شروط. الشرط الأول في صلاة الجماعة عدم وجود الحائل. الشرط الثاني في صلاة الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. الشرط الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن واسطته إلى الإمام بمقدار غير معفو عنه. الشرط الرابع أن لا يتقدم المأموم بموقفه على موقف الإمام، بل أن لا يحاديه على الأحوط إذا كان المأموم أكثر من واحد. هنا عندنا بعض المسائل منشير إليها بشكل سريع. المسألة الأولى، خمس مسائل. المسألة الأولى، لا بأس بالحائل القصير. احنا ذكرنا بالنسبة إلى الحائل، الحائل ممنوع بين الرجال في صلاة الجماعة. بعض الأوقات يكون الحائل قصير، ما لا يتعدى ارتفاعه مقدار شبر واحد، موجود لنفرض مثلا ساف طابوق في وسط المسجد، موجود ساف طابوق وصفوف الجماعة وصلت إلى هذا الفاصل من الطابوق، هذا يشكل حائل في حالة، مو في كل حالات الصلاة، حال الوقوف ما يشكل حائل، حال الركوع ما يشكل حائل. نعم حال السجود يغطي بين المصلين مقدار شبر، يغطي به، هذا ما يضر، هذا ما يضر، هذا المقدار من الارتفاع في الحائل ما يضر. المسألة الثانية، هل تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والجدران المخرمة التي لا تمنع الرؤية والمشاهدة؟ بعض الأوقات موجود حائل، وحائل رفيع يعني بقامة رجل لنفرض، لكن هذا الحائل لا يمنع من الرؤية والمشاهدة كالزجاج أو كالجدار المخرم أو كالستار المخرمة، هل تضر أو لا تضر؟ تضر، تمنع من انعقاد صلاة الجماعة. الذي خلف الزجاج أو الذي خلف الحائل المخرم، الذي لو أراد أن ينظر يرى بقية المأمومين الذين خلف الحائل، لكنه يصدق عليه بأنه حائل، فهذا يضر. طبعا المسألة ليست محل اتفاق، المسألة فيها خلاف، لكن الأحوط هو المنع، يعني بعض الفقهاء ما منعوا وبعض الفقهاء منعوا، مقتضى الاحتياط هو الالتزام بالترك، يعني أنا ما أصير خلف الحائل ولو كان زجاجا، أو خلف الحائل ولو كان جدارا أو ستارة مخرمة. المسألة الرابعة، بعض الأوقات يكون الحائل رقيق كثوب رقيق، ستارة جدا رقيقة شفافة، أيضا نفس المسألة، الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء. مسألة الرابعة، يجوز للمأمومين المتأخرين المبادرة. هذه مسألة كثيرة الابتلاء ويسألون عنها المؤمنون كثيرا، وهو مسألة تكبيرة الإحرام. الواحد يكبر تكبيرة الإحرام ومن أمامه من المأمومين أو واسطته إلى الإمام من المأمومين لم يكبروا بعد، صح صلاة الجماعة لا ما تصح صلاة الجماعة؟ تصح صلاة الجماعة أو ما تصح؟ إذا كبرت قبل الإمام ما تصح صلاة الجماعة، إذا تكبر قبل الإمام حتى لو كان الإمام متهيئ، حتى لو كان الإمام متهيئ حين بكبر الإمام بس أنت كبرت قبله
لا تصح، بل الأحوط عدم المقارنة، يعني ما تكبر ويا دفعة، تكبر خلف تكبيرته. هذا بالنسبة للإمام والمأموم. بالنسبة إلى المأمومين بعضهم مع بعض ما يشترط أن يتقدم السابق على اللاحق في تكبيرة الإحرام حتى تصح صلاة الجماعة، حتى لو كان المتأخر صفا أو محلا كبر قبل المتقدم عليه بالنسبة إلى الإمام، الصلاة تكون صحيحة، صلاة الجماعة صحيحة تكون، لكن بشرط أن يكون متهيئا تهيئا قريبا من تكبيرة الإحرام، يعني هو واقف وما باقي عليه إلا يكبر تكبيرة الإحرام، أنت كبرت قبله ما في مشكلة. وقوف لا، الوقوف مو بالضرورة متهيئ، قد يكون واقف هو لكن قاعد يعني مشتغل بالتليفون أو مشتغل بأشياء أخرى مو متهيئ، لأن المتهيئ مو فقط الواقف، الواقف المستعد يعني يريد أن يكبر، مشارف على التكبير، مشارف على التكبير، أنا أكبر ما في مشكلة، أنا أكبر ما في مشكلة. هذه المشكلة تحال، يعني الأمر سهل، إمام الجماعة كبر الجميع يكبر تكبيرة واحدة، يبقى البعض يتخلف في البين ما يضر، لأن الوسائط تتعدد حينئذ، حتى لو كان في واحد يتأخر كثير لكن هو مو واسطة واحدة، الواسطة بيني وبين الإمام مو فقط هذا الشخص، أنا في يعني بين صفوف، أمامي صف وعلى جنبي مصلون الأيمن وعلى جنب الأيسر مصلون، هذا اللي أمامي ما كبر تأخر في تكبيرته إلا في صفه كبر مو بعيد عني أو هو مستعد ما في مشكلة. ولهذا مسألة مبادرة الجميع لتكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإمام دفعة واحدة، هذه أفضل طريقة للتخلص من هذه المشكلة. مسألة أنه أنظر أنتظر، أنت لو بتتحارس إلا في صفك يكبر حتى أنت تكبر، إذا مثل جامع الدراس كذا ألف من المصلين، هذا الواحد ما يوصل إلى الدور من الذي في الصف العاشر فضلا عن البقية إلا وقد ركع الإمام وأنهى ركعة كاملة، كبر الإمام الآخرون البقية المأمومون يكبرون تكبيرة واحدة تنتهي المشكلة. أحيانا يكون الفاصل بين الصفوف صبي غير بالغ، يضر أو لا يضر؟ الصبي على قسمين، عندنا صبي غير مميز، طفل غير مميز أصلا ما يعرف الصلاة، ويش ما يميز بين الصلاة وبين اللعب، ولهذا يوقف حق الصلاة شوفه يتلفت يمين يتلفت يسار يقعد يلعب يتكلم، مو مميز يعني شيء، الصلاة هذه لها خصوصية، ما يدرك هذا الشيء، هذا لا يصح أن يكون حائل، يعني خلونا في الصف الأول لنفرض، لو كان بين الصفوف المتأخرة يعني باعتبار في وسائط أخرى، لكن أن يكون في مورد تنحصر صلة الآخرين بالإمام بواسطة هذا الصبي ما تصح الصلاة. طبعا ما تصح الصلاة بناء على أن الحائل ولو كان بشخص واحد يضر، هذه مسألة مختلف فيها ونشير إليها إن شاء الله. أما إذا كان الصبي مميزا، شلون مميز؟ يعني يعرف الصلاة ويدرك أن الصلاة لها خصوصية وحافظ على خصوصيات الصلاة، ولا نعلم ببطلان صلاته يعني، أو نعلم بصحة وضوءه، يعرف يتوضأ وضوء صحيح وأيضا يلتزم بهيئة الصلاة من وقوف من ركوع من سجود من أذكار من عناية بالاستقبال، ما في مشكلة ما في مشكلة. بعض الأوقات الواحد
صبي ومميز أهدى من كبير، تفقه حتى يكون متفقه ويعرف الأحكام الشرعية. عندنا المحور الثالث، من نترك المجال للأسئلة، ما في مجال أن نأخذ المحور الثالث، لو المحور الثالث أحكام صلاة الجماعة، من نترك الفرصة مقدار ربع ساعة نأخذ للأسئلة. لحظة سيد بس خلنا نستريح شوي. لا فقط نختصر الموضوع اليوم. ذكر الشيخ شرائط صلاة الجماعة، أربعة شرائط. الشرط الأول عدم وجود الحائل. في حائل النساء ذكر أن إذا سمعوا الصوت فهذا ما يعتبر حائل، فقط للنساء. والشرط الثاني أن لا يكون، حتى لو ما يسمعون الصوت، يقول الشيخ أن أهم شيء أنه يكون متابعة مع حركات الإمام، يعني مثلا يدرون أنه ركع سجد فيكون اتصال. الشرط الثاني أن يكون موقف الإمام ليس أعلى من موقف المأموم. الشرط الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام مقدار الخطوة احتياطا أو الحد الذي لا يتخطى بالقياسات الحديثة، المتر أو متر ربع، لكن الأفضل أن يكون المسافة قريبة عرفا، يعني تكون أقرب مسافة هي الفضيلة. الشرط الرابع والأخير أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، هذا ممنوع باتفاق الفقهاء. هناك اختلاف، بعض الفقهاء يختلفون إذا كان محاذاة الشيخ إذا كان أكثر من فرد، أما إذا فرد واحد يجوز المحاذاة، بس إذا كان جماعة أكثر من شخص فيكون في هناك اختلاف في المحاذاة، ولكن يجوز التأخر نوعين، تأخر جزئي وتأخر تام. التأخر التام أن يكون موضع السجود خلف الموقف الإمام. إذا في مداخلات شفهية تفضل سيد أمين. على كرسي يعني هي مشكلة الكرسي، أن المصلي يخلي الكرسي في صف، في يعني محادل للصف، يعني رجول الكرسي ويا رجول المصلي. زين إذا كان هو في الصف الأول وبيوقف، لنفرض يقدر يوقف بس ما يقدر يركع ركوع تام أو سجود تام، أو ما يقدر يسجد سجود تام، يسجد على الطاولة لنفرض. فهذا إذا يوقف تحصله متقدم على صف المأمومين، ولا في صفه متقدم مقدار يعني قدم تقريبا أو أكثر، لأنه يخلي الكرسي في صف المأمومين، فهو إذا بيوقف يوقف قدام الكرسي. ويفترض بأن المأموم في الصف الواحد، خصوصا الصف الأول اللي ما قدامه أحد بعد يوصل إلى الإمام، أن يكون في صف واحد مع المأمومين، ما يكون متقدم عليهم. وعليه فإذا أراد ما يخلي الكرسي في صف المأمومين، يخليه متأخر عنهم، مو في يعني في صف أصحاب الصف الأول متأخر عليهم، بحيث إذا وقف صار في صفهم، هو صار في صفهم ما يصير متقدم عليهم. فهذه ما في مشكلة إذا واحد، بعض الأوقات تصير المشكلة من جهة ثانية، يعني يجي لك أربعة خمسة أشخاص يصلون على كراسي في صف بعض، وهذا حتى لو كان في الصف الثاني، هذا لين يشكلون الحائل المخرم. احنا ذكرنا لو كان هناك حائل مخرم، يعني الكرسي مو مقدار شبر، الكرسي تقريبا ممكن بعض الأوقات يصير ارتفاع مقدار متر تقريبا، هذا بمثابة الحائل المخرم، يعني في حال الجلوس يغطي الواحد اللي يقعدون خلف الكرسي يغطيهم. فإذا كان أربعة خمسة في صف بعض يصلون،
أربعة خمسة في صف بعض يصلون وتحصل صف أيضا أربعة خمسة وراهم، أربعة خمسة على كراسي وراهم، هنا في مشكلة بالنسبة إلى صلاة من خلفهم ممن يصلي على كراسي، لأنه يشكل هذا حائل، يشكل حائل إذا كانت واسطتهم إلى الإمام ومتصلين، فالمشكلة أنه يمثل حائل بمثابة الحائل المخرم التي هي مسألة مختلف فيها، بعض الفقهاء أجاز بعض الفقهاء لم يجز، فالأفضل تفرقتهم يعني ما يكونون في صف في سمونه يعني قريبين من بعض في صف واحد، يتفرقون يكون بينهم بعض المأمومين الذين لا يصلون على كرسي. سنسي مداخلة سيد مرتضى. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر سماحة الشيخ على هذه المحاضرة الفقهية القيمة، ونتمنى من الله إن شاء الله يعني تتكرر هذه المحاضرات الفقهية. السؤال، ذكرتم سماحتكم عن الحائل، ومن شروط صلاة الجماعة هو اتصال المأمومين مع بعضهم البعض، ولكن بالنسبة للطابق العلوي للرجال ألا يكون ذلك حائل؟ ونرى مثلا جامع الإمام الصادق وجود طابق علوي يعني بين المصلي العلوي والمصلي السفلي، ما يكون هناك اتصال يكون حائل، فما مدى صحة صلاة الجماعة؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، ذكرتم الصبي الغير المميز، السؤال الثاني سماحتكم، الطفل الغير المميز في صلاة الجماعة، فيما لو كان الطفل الغير المميز في آخر الصف الأول، يعني يجي المأموم ثم الصبي ثم الجدار، فما صحت صلاة الجماعة؟ بالنسبة للسؤال الثاني، إذا كان غير المميز آخر من في الصف الأول ما يضر، ما يضر، مسألة الضرر إذا كان واسطة لغيره في الاتصال بالإمام، وهنا ما مو واسطة لغيره. أما بالنسبة للمسألة الثانية في الطابق الثاني، طبعا هو يكفي وجود الاتصال ولو من جهة من الجهات، يعني لو كانت هناك حائل، لو كان هناك حائل من جهة السقف، جهة السقف موجود حائل، لكن يوجد بعض المصلين على طرف السقف الذي يعني ينفتح على المصلين في الطابق الأول أو الطابق الأرضي بفتحة، وهؤلاء المصلون على طرف هذه الفتحة ويرون المصلين مباشرة، يعني بحيث أن مسجدهم يقع على حافة الفتحة المطلة على المصلين في الطابق الثاني، فهذا بالنسبة إليهم الصلاة صحيحة، هذا المشرفين على الفتحة المطلة مباشرة صلاتهم صحيحة لأنه تحقق اتصال ولو من جهة الأمام. الذين خلفهم لا توجد بينهم وبين المصلين في الخلف لا يوجد اتصال مباشر، لكن يوجد اتصال بواسطة هي متصلة معهم، وهذا المقدار يكفي، هذا المقدار يكفي. في مشكلة أكثر من هذا؟ ها مسكر، يعني الطابق الثاني مسكر، مسكر كامل؟ لا ما يصح، ما يصح، مو مشرفين على المصلين في الأسفل، ما في إمام جماعة ثاني فوق له؟ لا ما تصح صلاة الجماعة إذا كانوا رجال، ما تصح إذا كانوا رجال. نعم لو كانوا نساء، لو كانوا نساء بشرط أنهم يعرفون حركات الإمام ما في مشكلة، لكن يبقى إذا كانوا رجال ما تصح. إذا في مكالمة شفهية بعد تفضل سيدي.
مساكم الله بالخير. شيخنا في كثير من الأحيان في الصف الأول أو ولا في الصف الثاني المأموم يسبق الإمام خاصة في السجدة الثانية، ما ينتظر على أساس أن الإمام يسجد يسبق الإمام في السجدة، في هالحالة دائما يتكرر هذا الشيء وخاصة في طبعا تفاصيل هذه المسألة بنتعرض إليها في أحكام صلاة الجماعة، أحكام صلاة الجماعة وهو لزوم المتابعة وعدم التقدم على الإمام وما حكم حتى المقارنة مع الإمام يصح أو لا يصح، إن شاء الله ما نتعرض له. بس يعني لسؤال السيد أيضا نشير إلى الإجابة بشكل مختصر، إذا كان السبق مو عن عمد يعني المأموم أنا أصلي وأشوف اللي في صفي سبق الإمام في اللي قدامي سبق الإمام في السجود أو رفع رأسه قبل الإمام، إذا ما كان يعني سبق فاحش كبير وعن غفلة وعدم التفات الصلاة صحيحة ما في مشكلة، حتى هذا بالنسبة إلى صلاة صحيحة، هو الناس يكررونها يعني ما شاء الله يسبق الإمام 3-4 مرات في السجدة الواحدة في الركعة الواحدة يعني. إذا التفت طبعا إلى أنه سبق الإمام في إن شاء الله تفصيل يتعلق بما يرتبط بسبق الإمام في الركوع أو سبق الإمام في السجود، يعني بعض الأوقات سبق فاحش، شلون سبق فاحش؟ يعني الإمام كبر للقنوت في الركعة الثانية المأموم غفلة ركع، يعني ما يكون ينتظر المأموم هو الإمام هو راكع إلى أن ينتهي الإمام من القنوت والإمام يلحقه، هذا صار هو الإمام. لا هذه إليها تفصيل مبين إن شاء الله، بس هو عادة اللي يصير شنو اللي يصير الإمام بيركع بس هذا يسبقه في الركوع حتى لو يلتفت ما يمدي إنه يرفع رأسه وبعدين يركع ويا الإمام مرة ثانية، وغالبا هو ما يلتفت لأنه متعود. وسبب السبق أحيانا مو الاستعجال، الجهل بالحكم، يعني في عندنا بعض الأفعال بعض أفعال الصلاة تكون في وضع معين المأموم ما يعرف بأن وضع هذا الفعل لابد أن يكون في هذا الوضع المعين، مثلاً الآن تكبيرة الركوع، يعني تكبيرة الركوع بعد قراءة الحمد والسورة وأنت واقف تقول الله أكبر وأنت واقف، بعد ما تنهي التكبيرة وأنت واقف تشرع في الركوع. زين بعض المأمومين ما عندهم هذا الشيء أو بعض المصلين ما عندهم هذا الشيء، بس يسمع الله أكبر هو بعد نفسه يقول الله أكبر وهو يهوي إلى الركوع، طبيعي بيسبق الإمام. وهكذا في الرفع طبعا ما يصير تأخير ما يصير سبق، لأن الرفع هو بعد تمام مثلا في القيام من الركوع تقول سمع الله لمن حمده بعد تمام الانتصاب، بعض المصلين يقول سمع الله لمن حمده وهو آخذ في الارتفاع، هني عادة ما يصير سابق لأن المأموم يقولها وهو واقف بعدين بيسمعها لأن الإمام يقولها وهو واقف، المأموم يمكن يقولها وهو آخذ في الارتفاع، هذا خطأ لكن خطأ إذا كان عن غفلة ما يضر بأصل الصلاة ما يضر بأصل الصلاة. في السجود أيضا المصلي يقول الله أكبر وهو مستحب إن يقول الله أكبر بعد الرفع من السجود مو حال الرفع من السجود، كثير من المصلين وهم يرفعون رأسهم من السجود يقولون الله أكبر هذا قبل الوقت المحدد والموقت للتكبير، أنت تجلس وتطمئن في جلوسك وتقول الله أكبر. اللي يصير السبق في السجدة الثانية، لأن في السجدة الثانية أنت تقول الله أكبر وأنت جالس، فإمام الجماعة باعتبار أنه متخصص ويفهم، يعني كان بعض أئمة الجماعة ينقل عنهم لأنهم عن غفلة، يعني هذا موقعها وأنت جالس تقول الله أكبر وتشرع في السجود. زين كثير من المصلين المأمومين بس يسمعون الإمام يقول الله أكبر يسجدون،
وهم يقولون الله أكبر وهم يشتغلون بالهوي إلى السجود فيسبقون الإمام، بس هذا عن غفلة. إذا كان عن غفلة ومو سبق فاحش كبير ما يضر بأصل صلاة الجماعة. مسألة، إذا بطلت صلاة أحد المكلفين في الصف الأول، يعني هل يجب إبلاغ الجماعة؟ لو إبلاغ ما يجب الإبلاغ، لأنه يعني لو بطلت صلاة مو واجب على أنه يبلغهم، بس هو إذا ينفصل، يعني لو ما بلغهم وكمل إلى الأخير وكمل إلى الأخير هو صلاته باطلة عليه يعيدها. من بعده قد تكون صلاتهم الجماعة باطلة واقعا، بس صلاتهم أصل صلاتهم صحيحة، لكن تكون تقع فرادة. فهو حتى يعني لا يؤثر على صلاة المصلين جماعة، يكون يطلع يسحب. لكن لو ما سحب واجب عليه بعدين يخبرهم، واجب عليه يخبرهم لأن صلاتهم صحيحة وإن كانت فرادة. بس هذا يعني بخس لحقهم، يعني هم جايين يبون يصلون صلاة جماعة لو يبون يصلون صلاة فرادة، هاي بمثابة الأمين، يعني راح يكون بعد أمين ائتمن على صلاتهم الجماعة. يعني حتى لو كان في الركعة الأولى وصاروا هم فرادة، وهكذا بالنسبة للثانية وصاروا هم فرادة، هم يتحملون المفروض عن نفسهم بس ما يدرون، لا وما تحملوا عن نفسهم معذورين لأنهم تركوا واجب ليس بركن عن عذر. مثلات اللي ينسى الحمد، مثلا واحد نسى الحمد وركع، صلاة باطلة مو باطلة؟ لو انسحب ما يصير فاصل؟ هذا الفاصل ما يضر، يعني قلنا هذا فاصل يتخطى عادة، احنا قلنا الفاصل الذي يضر هو الذي لا يتخطى. بالنسبة لسؤالنا الأولي، قصدي أنا مثلا الحين في جامع الإمام الصادق، بعد عقب ما يكبرون اللي في الخلف جماعة واجد يكبرون، بس اللي قدام يصير في جوات ويشوف يتقدمون بالأربعة بالخمسة كذي، هذا مو خلاف الاتصال يصير؟ يعني يتقدمون بالأخص في حال الصلاة لو قبل التكبيرة، قبل الدخول في الصلاة؟ لا في حال الصلاة اللي في الخلف كبروا، بس اللي أمام قاموا يتقدمون. إيه يعني هذا اللي انتقل ما دخلوا في الصلاة، تقدموا حتى يملؤون الفراغ الأمام. لا وش حكم الصلاة اللي في الخلف اللي كبروا؟ يعني ما في مشكلة باعتبار أنه في اتصال من الجوانب، يعني من الأمام ما في بس من الجوانب في، لأن الاتصال أكثر من جهة بالنسبة للصف الثاني. ذاك الصف الأول يعني الفرصة الوحيدة لبقاء صلاة من على اليمين أو من على اليسار هو من على يمينهم أو يسارهم، ما في بعد على أمامهم، جهة واحدة فقط. بس هذا لأن في الصف الثاني أو الثالث عندهم إذا كان المكان مملوء من المصلين في ثلاث جهات، أمام وجانب أيمن وجانب أيسر. هناك سؤال، هناك اعتقاد متداول أن النساء لا يجوز لهن محاذاة الصف الأول للجماعة، فهل هذا صحيح؟ لا مو صحيح، يجوز محاذاة الصف الأول بس مو محاذاة الإمام. الإمام يفترض في صف مستقل وهم في الصف الأول بالنسبة إلى المأمومين، هذا مو مو إمام، مو أئمة جماعة بالنسبة إليهم حتى يتأخرون، هم واسطتهم إلى الإمام. نعم مسألة التقدم، تقدم المرأة على الرجل أو محاذاة المرأة للرجل في الصلاة غير جائزة إذا لم يكن هناك فاصل مقدار 10 أذرع أو شبر على الخلاف، وهي مسألة إن شاء الله نشير إليها، هي تذكر في غير هذا المول لكن نشير إليها إن شاء الله. هذا إذا لم يكن هناك حائل، أما إذا موجود حائل ما في مشكلة أن المرأة تتقدم في صلاتها على الرجل أو تكون محادية للرجل، لأنه موجود حائل ما في مشكلة. إذا في بعد مداخلات شفهية آخر هذا آخر عند ارتباط. شيخنا، في احيانا يصلي واحد في الصف الاول مثلا في صلاه العشاءين
فيسلم هو يصلي المغرب. ف يعني يسلم وبعدين يقوم، فهل هذا يضر؟ هاي مسألة مهمة يعني واجد تصير، يعني واحد بس حتى الإخوان يصير في يصيرون في الصورة، بعض الأوقات يجي الواحد وفات فرض المغرب ويلحق على فرض العشاء مع الإمام، يعني بيشبك صلاة المغرب والعشاء في عشاء الإمام، بياخذ ثلاث ركعات وبينهيها وبيلتحق بالإمام في الركعة الأخيرة، بتكون هي الركعة الأولى بالنسبة له في صلاة العشاء. وإيش بالنسبة إلى صلاة من بعده؟ هذا إذا كان في الصف الثاني ما في مشكلة، وهذا نحث إحنا من يأتي متأخر ويريد أن يشبك صلاة المغرب والعشاء في صلاة عشاء الإمام يكون في الصف الثاني مثلا، أو إذا في الصف الأول آخر واحد يكون على الطرف آخر واحد، ما حد يعتمد عليه في الاتصال بالإمام، لكن يجي في وسط الصف الأول وينهي صلاته وبعدين بيدخل في صلاة جديدة، وإيش مصير من على يمينه ممن هو واسطتهم للإمام، أو على يساره إذا كان في الطرف الثاني ممن هو واسطتهم للإمام؟ هني المسألة فيها أكثر من رأي. عندنا بعض الفقهاء يرون عدم البأس بقطعه للصلاة بالتسليم إذا كان بيدخل في الصلاة الثانية مباشرة من غير فاصل طويل، يعني يخلص من صلاة المغرب ومباشرة يوقف ويدخل في صلاة العشاء، هذا ما يضر على رأي بعض الفقهاء، وحيث أن المسألة محل خلاف، يعني بعض الفقهاء عندهم ضر حتى لو كان الفاصل قليل زمانا قليل يضر، ولهذا احنا نأكد يعني بأن من يأتي في مثل هذه الصورة ويريد أن يلتحق بصلاة الجماعة يكون في الصف الثاني أو يكون على طرف الصف الأول بحيث ما يكون بعد أحد يعتمد عليه كواسطة في الاهتمام والاتصال بالإمام. فقط سؤال أخير، سؤال ما المقصود أن لا تسبق الإمام؟ هل هي بالأفعال أم الأقوال؟ المقصود بالأقوال بالأفعال مو بالأقوال، وتفصيل هذه المسألة بتجي في أحكام صلاة الجماعة، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد وآله.